بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله الفيديو هنعمل صدق الاسكندراني، وجبة مميزة عندنا في اسكندرية. نشوف مع بعض طريقته، ينفع كوجبة للسحور او حتى في الفطار. لو اول مرة تشاهد قناتنا، ياريت ما تنساش سبسكرايب للقناة ولايك لو عجبك الفيديو وشير. اتمنى ان شاء الله النهاردة الفيديو يعجبكم وتنفذوه. يا ريت اشوف تعليقاتكم، ولو حابين اي حاجة نجربها مع بعض اكتبولي في التعليقات. وبعتذر عن صوتي عشان عندي برد، وبتمنى لكم كل الصحة وكل السعادة. يلا بينا على المطبخ هنشوف هنعمله ازاي. عندي ادي كيلو صدق، ده صدق بلدي يعني، بيبقى عند الجزار. بقف على ايده بطلبه منه وبيعبي اللحمة قدامي، فببقى شايفة ان هو كله معمول بلحم بلدي، فبيبقى نضيف وجميل وطعمه احلى طبعا بكتير، وضمناه احسن من الصدق اللي هو المصنع. بيبقى عندي طماطمية وفلفل اخضر والوان او فلفل حار وبصلة وثلاث فصوص ثوم. هقطع البصلة بقى صغير بالشكل ده، وهقطع الثوم مفروم وناعم، ادي بقى في طاسة على النار او صينية. بعمل الصدوق الاول في شوية زيت صغيرين، بحيث ان انا اقلي الصدوق من الناحيتين عشان لو في اي دهون تنزل، وبعد كده اتخلص منها. بقطع الطماطم وبقطع الفلفل. الصدوق كل واحدة بقلبها على الناحية التانية. شايفين كمية الدهون زادت ازاي؟ بيطلع كل الدهن اللي فيه. بعد كده ممكن في طاسة تانية بشوح البصل كده بسيط، لونه يبيض بس كده. بنزل عليه بالطماطم والفلفل. ادي الصدوق بتخلص من الدهون اللي فيه، بصفيه كويس وبضيف عليه الخليط الخضار اللي عندي، وبضيف الثوم وملح وفلفل وبهارات وكمون، وبقلب كله مع بعضه. ادي الفلفل الحار حسب رغبتك طبعا، وبقلب كله. ممكن طبعا لو عايزه تضيفي معلقتين صلصه ونص كوبايه صغيره ميه، ويبقى صدق عندك فيه صوص كده، او ان تتاخد جاف كده لو انت هتغمسيه او تحطيه في سندوتشات. هو بيقدم وبالف هنا. نعمل معاه سلطه بقى خضراء، جرجير وطماطم وكل اللي نفسك فيه، ومخلل، وادي عيش. هو بالف هنا، وجبه جميله جدا ومميزه عندنا، وتنفع دلوقتي كسحور او حتى على الفطار. ممكن يتاكل برضو مع رز ابيض حسب الرغبة. ياريت ما تنسوش لايك للفيديو لو عجبك، وتشتركوا بالقناة، دوس على الزرار الاحمر سبسكرايب، وتفعل الجرس حتى يصلكم كل جديد. بتمنى كل اللي بقدمه لكم يكون مفيد ليكم، واكون خفيفة عليكم. بشكركم، وإلى اللقاء. كنت مع سوزان مقاوي.